ولمناقشة جدول أعمال الكاظمي في زيارته اليوم إلى واشنطن ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب والباحث السياسي دكتور محمد جواد فارس. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا بك، أهلا وبمشاهديك الكرام. دكتور، بعد وصول الكاظمي اليوم لواشنطن للمشاركة في المرحلة الثانية من الحوار الاستراتيجي، برأيكم ما هي أهم النقاط التي وضعت في جدول أعمال هذه الزيارة التي كانت قد سبقتها جولة أولى من الحوار في بغداد؟ باعتقادي أنه بعد زيارة وزير خارجيته اتفقوا على برنامج للزيارة، وبذلك هناك ملفات مطروحة على طاولة المفاوضات مع الإدارة الأمريكية، ومن هذه الملفات هي أولا العلاقة الأمريكية العراقية بالنسبة لتواجد القواعد العسكرية الأمريكية والوجود الأمريكي بحجة وجود داعش، والثانية العلاقة بين العراق وإيران والموقف العراقي اتجاه هذه القضية. إضافة لهناك قضية مهمة وهي مسألة الحشد الشعبي ووجود ميليشيات مسلحة منفلتة موجودة داخل العراق. فبالنسبة للعلاقة العراقية الأمريكية، أجد من الضرورة أن يكون السيد الكاظمي شجاعا في طروحاته أمام الإدارة الأمريكية، ويحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية كل ما جرى في العراق ابتداء من الحصار والاحتلال الذي جرى في 2003 إلى غاية الآن. نعم، يجب أن يدفعوا كل الأضرار التي لحقت بالعراق شعبا ودولة، وهذا مطلب شعبي يجب التأكيد عليه. إضافة لأن كاظمي كان يقول أنه لم يكون ساعي بريد يحمل رسائل بين إيران والولايات المتحدة، والمطلوب أن يؤكد على أن العراق هو دولة ذات سيادة. نعم، لا يجد في علاقته مع إيران سوى الجارة، ويجب عدم التدخل من قبل الأمريكان والإيرانيين بسيادة العراق. هذه مسألة ضرورية. دكتور، بالحديث عن الميليشيات التي أشرت لها في ردك ونفوذ الميليشيات في العراق، يعد من أولويات الحوار الاستراتيجي لواشنطن مع بغداد. ما أفق نجاح الكاظمي في الحد من نفوذ الميليشيات ومسك السلاح بيد الدولة تلبية لرغبة الشعب العراقي أولا، ثم تلبية للمطلب الأمريكي؟ هناك مطالب جماهيرية طالبت فيها انتفاضة اكتوبر وثوارها الأماجد البواسل المتواجدين في ساحات التحرير. هذه المهمة الأساسية التي يجب أن يقوم بها الكاظمي هو عملية حصر السلاح في يد الدولة وتجريد هذه الميليشيات على أن لا تعثي في العراق فسادا، ولا أن تقوم بمهمات قذرة منها الاغتيالات ومنها السيطرة والهيمنة على موارد العراق وخاصة من المنافذ، وأن تقوم وكأنه هي دولة ضمن الدولة. على الكاظمي أن يؤكد أن هذه الدولة هي ملك للشعب العراقي ولسيادة العراق وتوجهات العراق في هذا الاتجاه، وهذا ما يجب. بعد انهيار أسعار النفط ووباء كورونا، يواجه العراق اليوم تحديات اقتصادية مهمة. ما مدى إمكانية اقتراض بغداد من واشنطن لسد العجز المسجل في الموازنة، وهل سيكون ذلك بشروط أمريكية؟ أعتقد من الأهمية بمكان أن العراق يقوم بعمليتين أساسية، وهي الإنتاج الزراعي في العراق، والتأكيد على أهمية وضرورة إعادة فتح المصانع حتى تستوعب هذه المصانع كل الأيدي العاملة التي بقيت خارج العمل والتي أقدم عليها الاحتلال الأمريكي وجرد العراق
من مهمات أساسية، وهي بناء مستقبل واضح للعراق يهتم في أهمية الإنتاج الوطني والتأكيد عليه زراعيا وصناعيا. ولذلك لا، العراق غني بثرواته النفطية، ويجب أن لا يكون هناك اعتماد على الاقتصاد الريعي، لا، يجب أن يكون هناك اقتصاديات أخرى توفر الإمكانية المادية، وخاصة من الرسوم والجمارك وهيمنة وكبح جماع هذه الميليشيات بالسيطرة على هذه المصادر، مصادر الثروة الوطنية في العراق. في ظل تنافس الدورين الأمريكي والإيراني في العراق، ما مدى استعداد الكاظم لإغلاق الأسواق على المنتجات الإيرانية ودعم المنتجات المحلية لتجاوز الأزمتين الأمنية والاقتصادية؟ والله هاي ضرورة أساسية، يجب أن يكون هناك قرار من قبل حكومة الكاظمي بأهمية إنتاج وأهمية أن يكون هناك سيطرة للبضائع العراقية المنتجة عراقيا، والاستغناء عن ما يستورد من إيران، لأنه كثير من الشكاوي لدى المواطن العراقي أنه ما يستورد من إيران هو حتى لا يصلح في بعض الأحيان للاستخدام الآدمي، منها اكسباير في مجال الأدوية مثلا على سبيل المثال، الخضار والفواكه التي تأتي هي قديمة ويردون أن يصدروها للعراق باعتبار السوق محلي ممكن أن يستفادوا منه من أجل أن يوفر ملايين الدولارات لهم، حتى لا يكون هناك حصار من قبل الولايات المتحدة في هذا المجال. شكرا جزيلا لكم الكاتب والباحث السياسي دكتور محمد جواد فارس، كنت معنا عبر الهاتف من لندن.